اليوم وقعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان مذكرة تفاهم مع شركة فايزر العالمية لتطوير العلاقة وتركيز الجهود في مكافحة سرطان الثدي خلال عام 2022. الجمعية تعاونت مع شركة فايزر كما تعاونت مع مؤسسات أخرى دولية وإقليمية في مجال التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الدعم والعلاج للمرضى. بعد عدة سنوات من هذا التعاون قررنا توقيع هذه الاتفاقية اللي وضع خطة خاصة لهذا العام عام 2022 نتعاون فيه ونصدر حملات مركزة وبالأخص بالنسبة لسرطان الثدي.